من مطار النجف إلى مطار بغداد الدولي رصد غياب لموظفين مسؤولين عن توجيه المسافرين إلى طائراتهم في الرحلة القادمة من بغداد إلى إسطنبول يوم أمس، ما أدخل الناس في حيرة من أمرهم في ظل الفوضى التي شاهدوها. فنشاهد. من داخل مطار بغداد الدولي، الواحد الموظفين قافوا الباب، نزلونا جوا قافوا الباب. هاي قافوا الباب ورايح والعلم تبتدر. هاي صلنا ربع ساعة، يقول قافوا الباب رايح للحمامات.